الرابعة عصرا خدمة إخبارية من قناة دريم. أهلا بكم. شهد اليوم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء احتفالية تدشين انطلاق أول قافلة للنقل النهري عبر خطوط منتظمة من ميناء دمياط إلى القاهرة وقناطر زفتة ومنها إلى أسوان. كان رئيس الوزراء قد بدأ زيارة لمحافظة دمياط حيث تفقد أعمال تطوير وتوسعة ميناء دمياط وعدد من المشروعات الخدمية والتنموية. افتتح اليوم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء معهد التخطيط القومي بعد تطويره، حيث قام إسماعيل بتفقد أعمال تطوير المكتبة الرقمية والمعامل والقاعات المزودة بنظم الترجمة الفورية والدعم الفنية. كان برفقة رئيس الوزراء الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزراء الاستثمار والبيئة والمالية والتضامن والتنمية المحلية والتجارة والصناعة ومحافظ القاهرة. يبحث النائب العام المستشار نبيل صادق مع نظيره السويسري ميشيل لوبر جهود استرداد الأموال المهربة بطريقة غير شرعية. كان النائب العام السويسري قد وصل إلى مطار القاهرة مساء أمس. يشار إلى أنه بعد ثورة 25 من يناير جمدت سويسرا ما يقارب من 700 مليون دولار في حسابات باسم الرئيس الأسبق حسني مبارك وأفراد أسرته وعدد من رموز حكمه. فازت مصر برئاسة الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا، وذلك ضمن فعاليات القمة السادسة للوكالة العالمية للطاقة المتجددة التي بدأت اليوم وتنتهي غدا في أبوظبي بالإمارات العربية، بحضور كبار الوزراء والخبراء ومسؤولي شركات الطاقة من 170 دولة، حيث تشارك مصر في القمة بوفد برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. أعلن مستشفى أبو كبير المركزي بالشرقية وفاة طفلة عمرها عامين ونصف نتيجة إصابتها بفيروس إنفلونزا الطيور، فيما تم احتجاز ابنة عمها تحت العلاج. وقال الدكتور خالد فوزي مدير عام الطب الوقائي في المحافظة أن الطفلة المتوفية حضرت لمستشفى أبو كبير المركزي في حالة متدهورة تعاني التهابا رئويا مزدوجا، وأظهرت نتائج التحاليل إصابتها بإنفلونزا الطيور، فيما تخضع ابنة عمها للملاحظة بالمستشفى في انتظار نتائج تحاليل المعامل المركزية لتحديد إصابتها. أظهرت أرقام فرز أصوات الناخبين في تايوان فوز تساي إنغ وين مرشحة الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض لتصبح أول رئيسة في تاريخ الجزيرة التي لا تعترف الصين باستقلالها، وحصلت تاي على نحو 60% من الأصوات، بينما حصل منافسها إيريك تشو مرشح الحزب القومي الحاكم على نحو 30%. قالت وزارة الأمن في بوركينا فاسو اليوم أن طبيباً نمساوياً وزوجته خطف أثناء الليل في شمال بوركينا فاسو قرب الحدود مع مالي، ويأتي هذا الحادث بعد مقتل وإصابة العشرات في هجومين على فندقين في العاصمة واجادوغو، بعد أن نجحت الشرطة البوركينية في تحرير 126 رهينة كان من بينهم وزير العمل، هذا فيما أعلن تنظيم القاعدة في المغرب مسؤوليته عن الهجومين. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن العقوبات الدولية المفروضة على بلاده سترفع اليوم بعد إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها النهائي بشأن برنامج إيران النووي المتنازع عليه. وكان ظريف قد وصل إلى فيينا في وقت سابق اليوم، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الأمريكي جون كيري ومنسقة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكايا أمانو في وقت لاحق. رياضيا، يستضيف اليوم الزمالك نظيره اتحاد الشرطة في 6 مساء ضمن مباريات الأسبوع 14 للمسابقة. يخوض الزمالك المباراة باحثا عن الفوز للاستمرار في المنافسة على صدارة الدوري. في المقابل يسعى الشرطة للهرب من منطقة القاع، خاصة وأنه لم يحقق أي فوز حتى الآن. ويحتل الزمالك المركز الخامس ب24 نقطة، فيما يحتل اتحاد الشرطة المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط. وإلى منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث تنطلق اليوم منافسات الجولة 22 من البطولة ب7 مباريات، حيث يلتقي
الآن توتنهام مع نظيري ساندرلاند، ويستضيف ساوثهامبتون مع ويست بروميتش، ويلعب نيوكاسل مع ويست هام. أما مانشستر سيتي فيستضيف كريستال بالاس، ويسعى إلى مصالحة جماهيره بعد تعادله السلبي الأخير مع إيفرتون. ويستضيف تشيلسي فريق إيفرتون ساعيا لحصد 3 نقاط لتحسين موقعه في الجدول، ويخرج نورويتش للملاقاة بورنموث للهرب من القاع، فيما يسعى ليستر سيتي لانتزاع الصدارة من أرسنال والانفراد بها من جديد عندما يحل ضيفا على أستون فيلا. إلى هنا تنتهي جولتنا الإخبارية، في أمان الله.